إذن المطلوب للراتوتوي أو طاجن الخضار الفرنسي، إيمان تفضل. يلا، نصف كوب زيت زيتون، خمس حبات ثوم مهروس، اثنين بصل أبيض شرائح طويلة، نصف قرن فلفل مفروم حار طبعاً لازم يكون، واحد فلفل أحمر حلو، خمس حبات بندورة مقشرين ومقطعين قطع صغيرة، زعتر ناشف رشة، وملعقتين كبار بقدونس وريحان مفروم، الريحان طبعا إذا توفر، وملح وفلفل أسود. هاي للخلطة الأساس يعني. بعدين على الوجه بدنا خمس حبات كوسة خضراء، حبتين كوسة صفراء إذا توفرت طبعا لأنها قليل موجودة بالأردن، خمس حبات بصل صغيرة، خمس حبات بندورة صغيرة، خمس حبات بتنجان صغيرة، ونص كوب زيت زيتون وزعتر ناشف وريحان وبقدونس مفروم مرة ثانية. تمام، يلا نبلش باكلتنا. هلا انا هون برا الهواء قليت البصل والتومه اللي محطوطين بالجزء الاول، قليتهم هون. بعدين بنحط بنجيب الفلفل الاحمر، هاي طبعا احد اسرار الاكله. رشيد، الفلفل الاحمر بتقسم اربع اقسام، بنقام بزره بنلفه بزيت زيتون وبنخبزه بالفرن، بنحمصه من بالفرن لمده 20 دقيقه، بدنا اياه يصير هيك روستد يعني. بعدين بنقيم قشرته وبعدين بنقطعه وبنحطه فوق البصل. هذا بعطي طعمه كثير كثير زاكي، وطبعا الفلفل له فوائد كثير زاكي. ليه التقشير طيب ايمان؟ عشان قشرته هي مزعجه كمان بالليل، فيفضل انه يقشر. هلا البصل بما انه الفلفل بما انه نحن شويينه بنحط فوق البندوره، بندوره مقطعه قطع صغيره، مقشره ومقطعه قطع صغيره، كمان بتعطي طعم كثير زاكي. بنقليها. بدنا هلا بس نتبل ملح، طبعا الملح حسب الرغبه، وفلفل اسود هلا، وفلفل حار. هلا هم معظمهم ما بيحطوا لها فلفل حار، هي اصلها من مدينه نيس بفرنسا، ما بيحطوا لها فلفل حار، بس يا اخي بتفرق كثير. فانا النيايسه ما بحبوش مش زي الليونيه، نواعم هم مش زينا هيك نحن. وهي البقدونس والريحان، طبعا كمان مرات صعب كثير تلاقى بمحلات، يعني اذا ممكن نحن بدل الريحان نحط حصلبان، وبنحركها ونخليها شوي على النار، خليها تنضج. هلا شوف رشيد، بالنهاية اللي عملناها بس طبعا لازم يتركوها على النار ثلث ساعة أقل شيء. ثلث ساعة تضلها على النار، بس احنا مضطرين هلا انه نستخدمها، بنسرع العملية شوي. سامحوني بس يطلع شوية صوت، فأنا بظن أنت بتقدر وقتيها. لازم أغني شوي حتى أغطي على الصوت. لازم نمعسها. أوكي. هلا اللي ما عندها هاي الماكينه بتقدر تحط القاعده من غير ما تنمعس، بس هي لازم يعني اسكى لما بتغمس انها تكون ممعوسه. اوكي، حتى كله هذا ينخلط مع بعضه. نعم. المزيج. نعم. هلا مزبوط، تاثير فكره تاثير الموسيقى، يعني بقول لك بمطاعم يعني البلوز والجاز تعتبر من الموسيقى اللي تفتح الشهيه. في وبقولوا لك اللون الاصفر بيفتح الشهيه، فعشان هيك في كثير مطاعم بحاولوا يستخدموا اللون الاصفر والاحمر. طبعا ناخذ بعين الاعتبار انه ما اخذت وقت كثير، يعني احنا عم نحكي انه ثلث ساعه تتركوها على النار حتى هذا المزيج يختلط مع بعضه اكثر، ساعتها بعض لما يصير التمعيس نسميها هيك، يعني بيطلع اكثر كثافه، واللي يمكن مرق هلا مش هيك طالع شوي، هلا هو بيطلع كثافه اكثر، بتكون بخرت المي وبيطلع كثافته اكثر. هلا بدنا نجيب، بنلاحظ رشيد انه كل الخضره اللي انا منقيتها محاوله اني انقيها نفس الحجم نفس الدائره عشان المنظر يطلع حلو، يعني اذا ملاحظين الكوسه مثلا البصل محاوله انه يكونوا نفس القياس. تمام، حلو الشكل حتى لحاله علشان لما نرتبهم يكون منظرهم حلو. هلا هي بتترتب يا بالطول يا دائري، انا عامله وحده دائريه، وهلا بتصيري تاخذي وحده، هاي طبعا بدها طولة بال بس محرز الشغلة، تحطي بهاي الطريقة. بنقدر نحط لنا كمان كوساي كوسايتين هون. هلا لازم نحط على الوجه ضروري نحط زيت زيتون، ومعلش بدكم تكتروا شوي عشان تستوي الخضار. الطريقة هاي زيت الزيتون يعني مفيد بهاي الطريقة. بنرجع بنحط البقدونس والريحان على الوجه، وبنرجع بنحط
الزعتر الاخضر، شايف حتى منظرها يعني منظرها مع شامم انت الريحه طبعا. بقول لك قديش لذيذ الموضوع، الريحه كمان لذيذه. وبعدين بنفوتها على الفرن. ايش انا قطعتك؟ لا اجيب هذيك نورجيها ولا الكاميرا بتروح لها؟ لا بتحبوا نجيبها هاي؟ احنا نبدل ولا رح نخليها هاي هون؟ لا نخليهم نحطهم التنتين. هلا هي هيك بتطلع بالاخر بعد ما تنخبز، وهي بتتقدم مع خبز فرنسي طبعا انتم برجع لكم، ونحن بصراحه بناكلها مرات هيك مرات مع خبز شغل تغميس مع خبز عربي مبينه. هلا بتبين طلع شكلها النهائي بالطريقه هاي. هلا احنا هيك خلصت القصه خلاص، ما في فرن ما في. هلا لا بحكي لهم على الفرن. هلا هي بتنخبز مغطيه بقصدير لمده 25 دقيقه ل 30 دقيقه حسب طبعا حجمها. أوكي. بعدين بنفتحها من قيم القصدير كمان 10 دقائق عشان يتحمر من فوق. فبهي الطريقه بتكون صارت جاهزه وجاهزه على الاكل.